عظيم قرآنك مرك وحك وين ما أهل القرآن الله نقد يقول أن قنو وقرآنك أن وهل كيرنو وقرآنك فضائشه سلمك بكر ما أنا إلى حد أحاديث كسوة أرورت إيمانها كهدنا ونوع من المقدمة هذا الكيغو حانك بالله الكلمة بمثابة قائلها الله قائل القرآن وكلمات الله وياه وكلمة الله وكلمات الله وكلام الله جل جلاله هذا ربي قال جعشه القرآن كيس جعله وأهل كيس إنات كم من مغطو كد ذال وإله ما أنت والتيسيري سهل الأمر ويسره دذال بلغ الدنيا إن دذاشه وقرآن كأدبرته وأهل ورد كدغته مؤمن كوائن أونا قرآن ك وإن أوسن ورد جيسو كم مقنان من كل يوم كل يوم وإن هذا أقرب مهما كان ذلك المقدار سيدا أقوى ناكسن تتقوى اللبا مد إلهي بأو نعم يو قرآن أو يو حفظي أو هرو قرآن أو حفظي كاسي سكا هذا الكلام لغلا هذا شيكا كلو ليه لأنه من عامة المسلمين ويو قرآن محفظنا لكن عامة المسلمين ودتك إلهي قرآن ونعم يو أهل القرآن ويو كل قدبة أمتنا ودوا أمة القرآن ويان كايسا وحلق الربا على الأقل بشي مر قرآن القرآن كأقريه بالله إنه كسوم إذا ما نكس الجزء واختي بدن كأقعد الميسو هل جزء دائس كأقريه واختي بدن كأقعد الميسو ربما لقى يابا إني شني لباتن دقيق وصدن دقيق من أفر إلى باتن ساعة صدن دقيق هذا هو بلته أو أشي تجويد لي وأنا أحسن وشي أقرأ أنا ساعات إسكبر دبا إن أقرأه ولو جزء من يومك أو بشي مر قرآن كذا ما يش شو أرن أدو أنا أحسن ما هذه الله قوة في جو حوي ويا وحوي رسالة كان سجع قرآن كحفظ سن سجوا حلي سدح جزء كيرين سدح جزء ده كيرين سدح بالوين بعده يبان حداد كبر شو الروانات وصبح حداد يعني أسبوعي مر قرآن كأذن ما يشوف وهرن آدي أذو في عام هديك على الأقل فمن كبري مرد ما مركز هلا ليه هي ماها وحى نصوص ليه هي وضاد سايل ويدو دبيت وحى ويا بالتجربة أهل الفن بقى وحيد هن أنت قرآن كقف حافظ وكو إلى لينكرو حفظ جيسا وإن فمن كبري بمر قرآن ما يه هذو حافظيه هذا وسائل وقلب قلب وحفظ جيسوس خلنا قدوها مع الأيام هذا مصر يا مريم القرآن كما سادق رداه هذا الوحي يقول لي ما لا كل ما له قرية أنا ما أركن لكن هذا ضفير سوى وهذا الطبوي وعيري القرآن ويا القرآن كورني يا أبوي من هجرني يوما هجرته عشرة هل ما لنك أنا جاي هجروه يعني إسك كي داي أخره هاي أنا وانا ثمن بعدين ثمن مالن بانك هجروه ده ثمن مالن إنك إيه هجروه ده أنا هجرته شهرا بلن بان أنك هجروه ده أوك جت هذا هادو بل إيه هجروه ده أنا هجرته عاما سنة ضمن أنه هادو سنة ضمن إيه جت هذا أنا هجرته الدهر كله ولا جيب وان كهجروه ده بيقول القرآن كاب سال هسين القرآن كو أغري وهاي طبعا أم لين باي إني حديثها من ملك القرآن تهي ولكن ولسان حال القرآن ودبوي ما القرآن كهذا نقري ويدو تأثير كذا ودري مش هل مالك ديك صومرت القرآن كقري ويدو ولي بدي دوتك يعني القرآن على قدر لا أرنتها آدو شي دري مال هذا مال نقري ويدو طبعا مال هذا نقري ويدو نوابدي وحويا وخطر ويدو بالهدى ذخري ويدنا كما سيدرا بارك إن شاء الله تعالى بل إنه كده دال إن القرآن كويه الكبد عنه أن أخرنه وعلى الأقل حتى وحلق يا بينات له ما أخري كرامة تذكر قارك وحلق يا بين السنة أخرية لا بتيسيري وهذا كيس نيس أجهزة ذن إيه أشر الضدن إيه ألاف تن إيه واحد إيه كمبيوترات كان إيه تلفونات كان إيه واحد ردن وحوي حجوين بهذا ضدك كؤغن وبري هور لقى يا بينه حجوينها سهران دتك ما ده هي كرتيد ما واحد واحد برام واي ما أورن كرتيد جهاز كاس كشيدو أما تلفون كاعد شيدو
musxafka la bax lala soco dhagayso juuskaaga maalintii halkaas sidaa ku soco saa haddaad yeesho in badan dhagaha qur-aanka ku dhacaan waxaan idiin sheegayaa anigu yaraantaydii sheekh adam bin xaggaasaan arkaay hata sheeku ka mid ahaa anuu yar ayaa waalidkii allah yarxamuhu waalidna sheekh cali zuufi uu xalaqada igu qasbi jiray inaan fariisto inaan aada u yaraa waxaan ku garanayaa berigaas dee hadda oday baan iska noqday laakiin berigaa inaan aada u yaraa waxaan ku garanayaa xalaqada oon ka mid ahay oo dadka fariista aan ka mid ahay ayaa marmarka qaarkii salaada oo lagu jiro horay ifariisan jiray war halkaa fariisu oran jiray salaadoo dadka ku jiraan halkaa waxaan ka dareemayaa inaan 7 jir ka yaraa leanna haddaan 7 sano gaadha ima dhaheen safka hortiisa fariiso salaadoo lagu jira ewa salaadoo gali oran lahaa sidii caadadiisa ahayd da-deedu intahayd ma garanay lakiin halkaasaan ka qiyaas qaatay yacni waxaan xusuustaa salaada oo la oogay oo la galay oo la aqimay inuu ilaah dadka hortiisa fariiso inaan gadaal ku ciyaaray waxbuu ka baqaya mufti war xaggaa fariiso iyadoo xaalkaygu ay sidaa tahay ayaa haddana xalaqadaas bayna almaqribi waalcishaa iyo tan bacd alfajriga aana ka maqnaan karin waa juz baa la aqriyaa maqribkii cishaa dhexdooda fajarka ka bacdina juz baa la aqriyaa 15 beri marbaa qur-aanka sidaa lagu dhameeyaa laakiin juska la aqrinayo ayaa min khilaalihi tajwiidka laga saxayaa talabadaas iyo ardadaa oo dadka qaarkii qiraa'aadka ay ku baranayaan oo waxay ahayd xalaqa mutakaamila bay ahayd marka yaraantaydaas ayaan fariisan jiray oo yacni anoon xataa musxafka si fiican uga kicin karay qur-aanka ayaan iska fadhiyi jiray mana la ii ogolayn inaan ka maqnaado fasaxna ma lahayn jimcana ma lahayn ciid xataa ma lahayn xataa yowm alciid lama joojin jiray walaa ciid walaa fasax walaa ma jirin waa ku qasbanayn inaan fadhiisano halkaa dabadeed waxaan arkay berigii dambe oo 7 jir iyo aan gaadhay ayaan damcay inaan qur-aankii aan oo dugsi waa jiray aan tegaynay oo iska ma garanaysaa laakiin markii aan damcay inaan qur-aanka usoo jeedsado oon xifdiyo waxaan arkay inaan iska xifdisanahayba waan xusuustaa oo markii aan damcay inaan qur-aanka aan maalin kasta juz baan yaan diyaarin jiray uu iska diyaarsanaa waan isu keenkeenay oon isku yarhagaaji waa min kahrati samac ku noqnoqodkii ma aragtay aan fasaxa lahaynen ciidna lahaynen jimcana lahayn waxba lahayn ee ku qasbanaa ee meel hebliya halkaa la geeyay halkaa lagu soo ciyaaray waxaasi aysan jirin waxay keentay bifadli illaahi inaan juz intaan diyaariyay habeenkii aan uga baxo waalidka allah yarxamu aan uga baxo taasay iska ahayd fii khilaal shahr qur-aanka sidaasaaba ku xifdiyeyda taas weye hadda marka aan lagu leeyahay had iyo goor qur-aanka dhagayso oo xalaqaadka had iyo goor hala sameeyo oo dhagahaagu markay qur-aanka ay ku bataan oo carabkaagu uu ku bato walow yaadan xifdininba haddaad doonto akhriskaaga iyo carabkaagu hadduu ku bato dhagaysigaagu uu ku bato marka dambe adoo waxaad arkaysaa xifdiyibaad arkaysaa allah naga dhigo min ahli lqur'aani insha allah